بتاعنا بيكون بالشكل ده. الجهاز ده مزود بشاشه وخليه طاقه شمسيه. الشاشه بتعرض العوامل الخاصه باحساس جوده الميه بتاعه المزرعه، زي ايه؟ زي درجه الحراره، زي تركيز الاكسجين النزاف، زي البي اتش، تمام، زي الملوحه والتي بي اس. السنسورز بتاعت الجهاز بتكون موجوده في الميه في الحوض السمكي فوق، بتوصل على الجهاز تطلع كل القياسات دي. الجهاز جواه بطاريه ومتوصل بخليه طاقه شمسيه عشان تعيد شحن البطاريه اثناء النهار، تمام. كل القياسات اللي الجهاز بياخدها بيبعتها عن طريق شبكه الموبايل، لان الجهاز جواه شريحه سيم كارد زي اللي موجوده في الموبايل، بيبعتها عن طريق شبكه الموبايل بحيث ان انت تقدر تتابعها من اي جهاز متوصل بالانترنت جوه البلد او بره البلد، يعني اي موبايل او تابلت او لابتوب زي ما بتستخدمه عشان تدخل على الايميل او الفيسبوك، بتعمل لوجن بيوزر نيم وباسورد ليه، تبتدي تستقبل كل القياسات. التثبيت جوه المزرعه بيكون حسب طبيعه المزرعه، يعني لو المزرعه زي الصوب وفي الشغل فيها تنكات بيكون التثبيت بالشكل ده. لو المزرعه ترابيه مفتوحه بالشكل ده بيكون على عوامه وبيتثبت في نص الحوض. ده مع الاحواض الاسمنتيه وده مع الاحواض الترابيه المفتوحه. الجهاز بيعرض القياسات بشكل رسمي بياني بحيث انه يوريك على مدار اليوم الاكسجين بيقل امتى ويزيد امتى والبي اتش كذلك، وكمان بيعرضها بشكل ارقام بحيث ان انت تكون عارف على مدار اليوم كل القياسات اللي عندك. بفرض ان حصل مشكله، يعني نقول تركيز الاكسجين قل عن الحد اللي انت محدده، النسبه المحدده مثلا تكون 6 بي بي ام او 7 بي بي ام في الاحواض، بيبعت لك اس ام اس على الموبايل ينبهك ان في مشكله في الحوض لان تركيز الاكسجين قل، بحيث تقدر تاخد الاكشن او تعمل التصرف المناسب ان انت تمنع نفوذ الاسماك جوه الاحواض. في نفس الوقت احنا موفرين حاجه ثانيه، انها تكون اجهزه متنقله العامل يقدر يتحرك بيها بالشكل ده، عشان الناس اللي ما بتقدرش يكون في جهاز في كل حوض عشان التكلفه، ده جهاز واحد ممكن يتحرك بيه بكل الاحواض، ممكن يكون القياس عن طريق الشاشه بس او يكون برضه بيبعت القياسات عن طريق الانترنت. مدير المزرعه او صاحب المزرعه يكون موجود في البيت وبيشوف القياسات بتاعه الاحواض بتاعته بمجرد ما العامل بيعدي على الاحواض.